بابا هذه كتبك وهذا واحد منهم للسيد يوسف السيد هاشم السيد احمد رفاعي وزيناب الشيخ الطريقه رفاع الصوفيه اسمه الحق اسمه زيناب الشيخ الحق حق ان يتبع كفى ما تذوقناه من كثره الاحداث والجرائم واهدار الكرام وضياع الحقوق في جرائم الانظمه المستورده النابيه عن اخلاقنا وتعاليم ديننا وتقاليد بيئتنا النزيهه وانصياعنا عفوا للتقليد ومن جراء الهزيمة العقلية الشيخ فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري يمكن من أهل المملكة العربية السعودية. المهم أن صفحت الصفحة لقيت الوالد مصلح فيها بعد شوفوا دقة وهني واقع يقول أن تكون وسائل عمران ورقي وسعادة الدوسري والدعاية الصحيحة بالسبب الوحيد لحصول التحرير إن شاء الله تحرر فلسطين اليوم 30 ربيع الآخر 1445 اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر 11-2023 والحضارة وتخلص الناس من عبادة بعضهم لبعض وجعل الحاكمية العليا في المجتمع إلى رب العالمين. حاطوا الوالد رقم واحد في العقيدة التي عليها تسير السياسة، اثنين في العبادة المحمصة للضمير والفارسة في حب الله ودوام ذكره ومراقبته والحياء منه، وفي التشريع والتقنين الذي تيسر في الذي تسير فيه دقة الأمور الاقتصادية والاجتماعية والحكمية والثقافية التي يجب أن يحصر لتلقي فيه من مشكات النبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليصدق الناطق بالشهادتين قوله بفعله وإلا كان كاذبا متناقضا، وبدون ذلك لا يحصل التحرير أولا، بل يتخذ الناس بعضهم بعضا أربابا يعني غزوة من دون الله، ما يجعل كل ذي سلطة وتشريع يخضع الأفراد لضغطه في كل ناحية من نواحي الحياة أو بعضها، ليكون المجتمع بعضه أرباب مشرعون وبعضهم عبيد يطيعون، فأين هم من التحرير الصحيح؟ ولكن التضليل والتهريج المبلور للأذهان، ومن زعم أن المصلحة التي هي التي يجب أن تسوق فواقع الناس، الوالد كاتب حط له أو واقع فواقع مصلحة فواقع الناس ويسيرون على أساسها في ميدان، فهو من جهة واهم، لأن ليس أعلم من الله بالمصلحة الحقيقة التي ينشأ منها ضرر، ثم من جهة أخرى كافر إذا قامت عليه الحجة، إذا ما يدعى أحد يدعي أحد أن المصلحة أو أن الحياة صحيحة فيما يخالف شرع الله من أهوائه ومواجيده فيبقى على هذا الدين أو يحسب من أهله، ولا يقيده الاعتراف بالله أو أداؤه بعض الشرائع التعبدية أو سماحة الناس بعباده في مسجد أو كنيسة، ويحاول بينهم وبين احتكام لشريعة الله في شؤون حياتهم، لأن ذلك معترف بأنه بذلك معترف بألوهية الله في السماء فقط ومنكر ألوهيته في الأرض، والقرآن ينبه على ذلك بنصه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، صدق الله العظيم. طوينا الكتاب وهذه كتب سيدي ما شاء الله شخصية معروفة المملكة العربية السعودية الدوسري اسم الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري وفقه الله وأنتم والجميع قولوا آمين صلى الله عليه وسلم.